الغالي الكبير هنا بالشحانية. تهانينا تهانينا والناموس. متابعينا ومشاهدينا الكرام، انطلق على بركة الله ثالث الأشواط وشجاع العتيبي. شكرا مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير في مساء الرموز، في مساء الذهب، في مساء سن الإجداع، في شوطنا الثالث. شوط الشلفة، الشلفة الذهبية للإجداع العمانيات لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة هنا في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. انطلق النخبة العمانيات على أرضية ميدان التحدي، خيال وميزة، الثريا والملهمة، الدوحة وهمايل، هماليل والدوحة، غازية وجود وغزوة، أمجاد وحشيمة، هيام وأفكار. أتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول. هنا الحضور من غزوة لهجن الرئاسة. من يقدم لنا غزوة؟ محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا يتقدم المجازف مقدما لنا غزوة، شعار الأشواط الرئيسية. هنا يتقدم مع غزوة على أول الأسماء هجن الرئاسة. المركز الثاني الوصول من جود هجن الرئاسة، أيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتواصل في هذه اللحظات مع جود على المركز الثاني؟ المركز الثالث حشيمة هجن الرئاسة، علي بن جميل الوهيبي يتقدم مع حشيمة على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم. القدوم من ميزة هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يقدم لنا ميزة على رابع الأسماء؟ المركز الخامس هنا ينطلق الشعار الأدعم مع همايل هجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل يتقدم برنس المضمرين في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمندفعة والمنطلقة على أرضية ميدان التحدي في هذا اليوم التاريخي، في يوم التحدي. ولكن العودة، العودة إلى الرئاسة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول. هجن الرئاسة، هجن الرئاسة مع أول الأسماء، مع جود على أول الأسماء، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. المجازف من يقدم لنا جود على المركز الأول. المركز الثاني العاصفة، العاصفة وهجنها، العاصفة وهجنها مع ميزة هجن العاصفة وغياث الهلالي مقدما لنا ميزة على ثاني الأسماء. المركز الثالث، المركز الثالث هنا الوصول من قبل الغزوة هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يقدم لنا غزوة على المركز الثالث؟ من غيرت مع المركز الثاني؟ المركز الرابع هنا وهنا حشيمة، حشيمة هجن الرئاسة، علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا حشيمة.
المركز الخامس الوصول من همايل، همايل هجن الشحاني جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا همايل برنس المضمرين برنس التضمير، هجن الشحاني هجن العاصفة وهجن الرياسة هنا في هذا المساء تحضر في أشواط الرموز هذه الشعارات العملاقة، هذه الشعارات التاريخية في يوم التاريخ، العودة إلى الرياسة وهجنها، العودة إلى الرياسة وهجنها، العودة إلى المراكز الثلاثة، هنالك سيطرة رئاسية على المراكز الثلاثة، الانطلاق من جود وغزوة وحشيمة الظافر والمجازف، المركز الأول جود هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا جود مع المركز الأول، المركز الثاني غزوة هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا غزوة على المركز الثاني، المركز الثالث حشيمة مع المركز الثالث، هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي هنا ينطلق الظافر يقدم لنا حشيمة، المركز الرابع الوصول من ميزة هجن العاصفة وغياث الهلالي يتواصل مع ميزة على المركز الرابع، المركز الخامس الوصول من شعار هجن الشحانية وأيضا هجن العاصفة مع المراكز الخلفية، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الرئاسة، العودة إلى الانطلاق الأول، هنالك جود يا جود، هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف على أول الأسماء مقدما لنا جود في شلف العمانيات، الشلف الذهبية بالانتظار شلف العمانيات، انطلقت جود هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا جود، هنا المجازف انطلق مع جود، الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، كيلو الشلف الذهبية غزوة مع المركز الثاني، هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث حشيمة، هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي، المركز الرابع هجن العاصفة، المركز الخامس ايضا هجن الرياسة، ولكن جود مع شلف العمانيات بدون اي اوامر، اداها تلقائي، انطلقت الى الشلفة الى ابناء الامارات العربية المتحدة والعصاف الابطان، انطلقت جود يا جود هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف انتزع شلف العمانيات مع هجن الرياسة جود والامتار الاخيرة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على انتزاع جود لشلفة العمانيات ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني كانت غزوة هجن الرياسة، المركز الثالث هيام هجن العاصفة، المركز الرابع حشيمة هجن الرياسة، المركز الخامس الدوحة هجن الشحانية. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز وعلى انتزاع شلف العمانيات الشلف الذهبية
مع هجن الرياسة بدون أي أوامر أداها تلقائي تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا المساء. التوقيت الزمني 8:38، 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كانت غزوة هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 8:41، 78 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث هيام هجن العاصفة وغياث الهلالي 8:42، 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن عايض العتيبي.